السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من أنت طبيب حاسبك. إن شاء الله نتكلم في الحلقة دي عن الكاردس أو البطاقات أو الكروت. علشان تفهم البطاقات والكروت لازم تكون شفت الحلقة الخاصة باللوحة الأم، لأن البطاقات أو كروت أو بطاقات التوسعة بتركب على حاجة اسمها فتحات التوسعة. وفتحات التوسعة دي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده زي البي سي اي سلوتس والبي سي اي اكسبريس اكس 1 وبي سي اي اكسبريس اكس 16 وبي سي اي اكسبريس، في طبعا مقاسات تانية وفي انواع تانية اتكلمنا عنها في الحلقة الخاصة بالمذر بورد. يبقى البطاقات او الكروت معظمها بيركب على فتحات التوسعة الموجودة في اللوحة الام اللي هي بنسميها فتحات التوسعة. علشان كده لما نتكلم عن البطاقات او الكروت لازم تكون شفت الاول الحلقه الخاصه بالمذر بورد وفهمت انواع فتحات التوسعه. الحاسب الالي فيه فتحات توسعه كتيره جدا زي البي سي اي وزي الاي جي بي وبي سي اي اكسبريس وزي الايزا واتكلمنا عنها قبل كده. في كروت كتيره وانواع متنوعه، وكل مستخدم للحاسب الالي بيضيف على فتحات التوسعه الكارت اللي بيديله مميزات واضافات للكمبيوتر الخاص بيه. فلما نيجي نعرف الاول التعريف والوظيفه والاهميه، التعريف الاول والوظيفه والاهميه هيفهمونا كل الكلام دوت. تعريفها هي عباره عن ايه؟ الكارت بيبقى عباره عن لوحه الكترونيه، واللوحه الالكترونيه الصغيره دي يعني عباره عن مذر بورد صغيره بتركب في فتحه التوسعه. والمذر بورد الصغيره دي ممكن نسميها اللوحه البنت دوتر بورد. ليه؟ لان اذا كان المذر بورد الكبيره ليها وظيفه وعليها مكونات، فالكارت او البطاقه او اللوحه البنت دي بيبقى عباره عن كارت برضو عليه كل مكوناته وبيؤدي وظيفه معينه، فيعتبر عباره عن مذر بورد متكامله بكل مكوناتها، وهي برضو لوحه كهربائيه بتشبه اللوحه الام الا ان وظيفتها تتركز على القيام بمهمه معينه داخل الحاسب الالي. يبقى عباره برضو عن لوحة إلكترونية بتركب فتحات التوسعة ونقدر نوصل بيها أو نضيف بيها ميزة للكمبيوتر. ده التعريف بتاعها. طيب بطاقات التوسعة بتختلف حسب الوظيفة اللي انت عايز تعملها. يعني لو عايز مثلا تطلع صوت، لو انت عايز تشغل كارت شاشة، لو عايز تتفرج على التلفزيون على الكمبيوتر من خلال القمر الصناعي، لو عايز ان انت تشغل كارت اللي بيشغل الاريال الهوائي بتاع المحطات الأرضية، لو عايز لو عايز لو عايز. يبقى بطاقات التوسعة ممكن نقول ان وظيفتها واهميتها ليهم علاقة ببعض. الوظيفة والاهمية انها بتضيف مميزات جديدة للحاسب الالي وبتخلي الحاسب الالي يقوم بوظائف هو ما كانش بيقوم بيها قبل كده. على سبيل المثال لو انا جيت ركبت بطاقة دش، كارت دش زي اللي قدامي ده كده بالظبط، بلاحظ ان انا قائمة القنوات وده البرنامج المستخدم وده نوع الكارت بتاعي ودي القناة الحالية اللي شغالة، وقدرت اخلي الحاسب الالي بتاعي ان انا اوصله بطبق ويبقى الكارت اللي راكب فيه ده يعرض لي قنوات التلفزيون وقنوات الدش. يبقى اذا الوظيفة والاهمية انها بتضيف امكانيات ووظائف للحاسب الالي هو اصلا مش موجودة فيه، بتخليه يقوم بوظائف هو مش بيقوم بيها. ماشي. وطبعا احنا قلنا ان هي كمان انواعها كتيرة جدا جدا، وكل بطاقة بتقوم بوظيفة معينة، والبطاقة بتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن مذر بورد متكاملة بكل مكوناتها. يعني البطاقة اللي بتعرض لي بطاقة الدش او كارت الدش اللي بيعرض لي التلفزيون قدامي بالشكل ده عبارة عن لوحة الكترونية زي المذر بورد بيكون فيها كل المكونات وكل الشبات والرمات وفيها كل مكوناتها وفيها المخارج الخاصة بيها وفيها المكان اللي بتوصل بيه الملحقات علشان تقوم بالوظيفة دي. هنتكلم في الصفحات الجاية عن اشهر الكروت، واشهر كارت طبعا عندنا هو الجرافيك كارد، كارت الشاشه او الفيجا كارد. وكارت الشاشه ده اتكلمنا زمان ان المذر بورد بنسميها بيلت ان او بيلت اوت بناء على ايه؟ لو فيها كارت شاشه داخلي بنسميها بيلت ان، لو كارت الشاشه بيركب على فتحات البي سي اي زي كده او الاي جي بي يبقى بنسميها ايه؟ اللي هو كارت شاشه خارجي. يبقى الفصل ده ليه علاقه بالفصل الخاص باللوحه الام. طيب كارت الشاشة ده بيعمل ايه؟
مسؤول عن ارسال البيانات والصور والفيديو وعرضها على الشاشه. بياخدها منين؟ بياخدها من المذر بورد ويطلع كل البيانات على الشاشه للمستخدم، زي الجيمز وزي وزي وزي. من اهم الاجزاء اللي بيأثر على سرعه الجهاز واللي بيخليه يقوم بوظيفه وما يقومش بوظيفه تانية. على سبيل المثال، انا ممكن ان انا اجي العب لعبه حديثه، اللعبه ما ترضاش الشغل. لماذا؟ يقول لي ان كارت الشاشه الموجود عندك ما بيشغلش اللعبه دي. يبقى بيخليه يشغل حاجات وما يشغلش حاجات تانية. كل الضغط اثناء عمل الجهاز بيكون على كارت الشاشه، لان انت عينيك بتتعامل مع الشاشه وبتسمع صوت من خلال كارت الصوت. يبقى انت كارت الشاشه دايما بيبقى شغال، ممكن ما تسمعش صوت انما لو كارت الشاشه ما اشتغلش مش هتشوف اي حاجه خالص على الشاشه. عند شراء الحاسب او اللابتوب، لو بتستخدم العاب تطبيقات قويه زي 3 ماكس وبرامج الجرافيك، لازم على طول تفكر ان كارت الشاشه بتاعك لازم يكون كارت شاشه خارجي ويكون كارت شاشه قوي حتى يستطيع انه يشغل هذه التطبيقات. كارت الشاشه قلنا ليه نوعين في اللوحه الام: كارت الشاشه المدمج اللي هو انتجريتد، يعني موجود داخل اللوحه الام. ده بقى مميزاته ايه؟ سعره اقل، لان انت بتشتريه مع المذر بورد فمالوش سعر اضافي. استهلاك الطاقه بتاعته اقل، خاصه في اللابتوبات اللي بتحتاج انك توفر بطاريه لفتره كبيره جدا. عيوبه: مش مناسب للاستخدامات القويه زي الجيمز وزي الجرافيك، ممكن ما يشغلهاش او يشغلها ويبقى بطيء جدا. طبعا هو مناسب لاستخدامات التصفح، تحرير النصوص، مشاهده الفيديو، الالعاب الخفيفه، يعني اللي استخدامه بسيط للحاسب الالي هيبقى كارت الشاشه المدمج ممتاز جدا جدا. لماذا؟ لانه هيوفر له في البطاريه، ويوفر له في استهلاك الطاقه، مشاكله وعيوبه اقل، ما بيسخنش. اما كارت الشاشه المنفصل او البلت اوت او الخارجي، ده بياتي كقطعه مستقله زي ما انت شايف كده، وبيركب على اللوحه الام على احدى فتحات التوسعه المناسبه ليه. لو انا جيت بصيت من هنا كده وبصيت للوحه الام، بشوف فتحه التوسعه المناسبه ليه. يعني مثلا الكارت ده ما ينفعش الشكل ده يركب على الفتحه الصغيره دي، فانا بركبه على فتحه الاي جي بي او البي سي اكسبريس المناسبه ليه. مميزات كارت الشاشه طبعا الخارجي: اول حاجه اداؤه قوي جدا، بيخلي الجهاز سريع، بيشغل كل الالعاب والتطبيقات بسهوله تماما. عيوبه: سعره عالي جدا، وممكن تلاقي كارت الشاشه بيساوي ثمن الكيسه كلها. طبعا لو في اللابتوب بيستهلك بطاريه اكتر وبيستهلك طاقه كهربائيه اكتر وبيحتاج لتبريد اعلى لانه بيسخن جدا. طبعا لا شك الالعاب برامج التقيله لازم تستخدم كارت شاشه خارجي. طيب بالنسبه لكارت الشاشه الخارجي، ليه ثلاث منافذ بيبقى موجودين في الكارت. اي كارت بيبقى ليه ثلاث منافذ من ورا او ثلاث فتحات بيركب عليهم. من الجديد للقديم كده نقول مع بعض: البي سي اي بس، ده كان زمان جدا جدا، بعد كده طوروا البي سي اي ده، هو كان بيركب عليه كارت الشاشه، طوروه بقى فيه كارت فتحه اسمها اي جي بي، منفذ الاي جي بي اكسلريتور جرافيك بورد. بعد كده في البورد الحديثه خلاص البي سي اي اكسبريس زي ده كده اهو، بي سي اكسبريس اكس 16 ده اللي بيركب عليه كارت الشاشه. يبقى في ثلاث منافذ من للكروت من القديم او ثلاث فتحات توسعه، ثلاث فتحات توسعه بيركب عليهم. زمان كان البي سي اي، اتطور الاي جي بي، بعد كده البي سي اي اكسبريس الموجود في الاجهزه الحاليه. ممكن ان انت تعرف اسم السوكت اللي عندك او المنفذ اللي عندك على المذر بورد او السلوت اللي عندك من خلال ان انت تشوفها بعينيك لو تعرفها، او ان انت تشغل برنامج زي السي بي يو ذات كان على طول بيقول لك ان انت عندك جرافيك انترفيس. شوف بقى، خلي بالك معايا، جرافيك انترفيس اللي هي ايه؟ السلوت بتاع الجرافيك بتاعك او كارت الشاشه. قال لي ان هو بي سي اي اكسبريس اكس 16، يبقى الكارت ده بيركب هنا كده، الفتحه المتاحه على كارت الشاشه هي بي سي اي اكسبريس اكس 16 اللي هي زي الشكل ده كده بالظبط. لو كانت اي جي بي او غيره، على طول البرنامج السي بي يو ذات بيكتب لي الفتحه دي. وفي برنامج تاني اسمه جي بي يو ذات برضه بيقوم بنفس المهمه. ده بالنسبه للمكان اللي بيركب فيه كارت الشاشه على المذر بورد او فتحه التوسعه او الجرافيك انترفيس او المنفذ. ولكن بقى لو جينا بصينا لكارت الشاشه نفسه، كارت الشاشه عباره عن من الاخر كده جهاز كمبيوتر مستقل بذاته، وحده معالجه متكامله. لماذا؟ في مذر بورد، دي المذر بورد اللي هي دي، وعليها الرومات، عليها روم اهي، وعليها كمان ذاكره رام. لما بتيجي تقول كارت الشاشه 1 جيجا، معناه 1 ايه جيجا؟ يعني الذاكره العشوائيه بتاعت الكارت الرام الفي رام 1 جيجا. يبقى ليه ذاكره خاصه بيه، ليه مذر بورد خاصه بيه،
ليه معالج بنسميه، اذا كنا بنعالج بنسمي معالج الجهاز البروسيسور بتاعه كنا بنسميه السي بي يو، فاحنا بنسمي المعالج الخاص بكارت الشاشه جي بي يو. جي بي يو يبقى ليه معالج، وليه كمان ايه مشتت حراره، وليه كمان ايه مروحه تبريد للمعالج، ومن تحت المكان المذر بورد كونكشن، المكان اللي بيتوصل بيه من خلال اللوحه الام. واذا كانت المذر بورد فيها فتحات من ورا للكيبورد والماوس، فهو في فتحات برضو من الخلف لتوصيل كابل الشاشه بيه. يبقى كده بنقول ان كارت الشاشه عباره عن وحده معالجه متكامله بتشبه الحاسب الالي تماما. في مذر بورد، في جي بي يو اللي هو بروسيسور، في مروحه تبريد، في سين كومباوند، في رامه، في روم، في مكثفات اللي موجوده على المذر بورد، في منافذ لتوصيل الكابلات متكامله. ماشي. وبالتالي لو احنا جينا فكرنا في كارت الشاشه، كارت الشاشه هو جزء مهم جدا، ولازم تنقي كارت شاشه مناسب لاستخدامك. طب ايه اهم مكونات كارت الشاشه والعوامل المؤثره باختياره؟ طبعا برضو اتكلمنا قبل كده عن الفي رام او ذاكره كارت الشاشه، قلنا ان في رامات بتكون في رامه خاصه بكارت الشاشه، ودي عامله زي ايه بقى؟ زي الاتوبيس. الاتوبيس فيه عدد مقاعد وليه موتور بيجر الاتوبيس ده. لو جبنا اتوبيس بياخد 54 واحد وجبنا له موتور صغير، هيبقى المقاعد كتيره جدا ولكن الاتوبيس ضعيف لان موتوره ضعيف. الموتور اللي هو بيشد الاتوبيس هو المعالج ده، معالج الرسومات الجي بي يو، والمكان اللي بيقعد فيه الداتا هي الرامات. يبقى لازم يكون البروسيسور بتاع كارت الجرافيك قوي والرامات في نفس الوقت تكون متكافئه معاه وقويه. فمش شرط ان انا اقول ان كارت الشاشه ده 3 جيجا اي تي اي 3 جيجا او جي فورس انفيديا 3 جيجا، ولكن برضو لازم احط في الحسبان بتاعي البروسيسور بتاع كارت الشاشه ده قوي ولا لا. وبالتالي احنا لما اتكلمنا عن انواع كارت الشاشه قلنا ان ذاكره كارت الشاشه الفي رام متطوره جدا جدا، واتكلمنا عنها في الفصل الخاص بالذاكره لما قلنا في ثلاث انواع رام وروم وفي رام. لو ما شفتش الحلقه دي ارجع للقناه لورا واتفرج عليها. طيب لما يكون ان كارت الشاشه بيلت ان بيعتمد مش على الذاكره الخاصه بكارت الشاشه اللي هي الرامات زي كده، امال بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ذاكره الجهاز نفسه، بياخد جزء من ذاكره الجهاز نفسه. ماشي. طبعا وشركات المصنعه لكارت الشاشه المدمج او كارت الشاشه المنفصل، بنقول ان في شركه جي فورس انفيديا واي ام دي اللي هي بتعمل كارت الاي تي اي، مع اهميه حجم ونوع ذاكره، فان هذا العامل ما يجبش ان احنا نخضع فيه. زي ما انا اتكلمت ان احنا كمان لازم نشوف حجم الرام، تكنولوجيا الرام، نوع الرام، حجم البروسيسور نفسه الجي بي يو بتاعك اخباره ايه. وتذكر ان احنا لو كنا بنسمي الرامه بتاع برضو اتكلمنا في الجزء ده، اتكلمنا في الجزء ده في الجزء الخاص بالذاكره. لو كنا بنسمي الرامه مثلا بتاع المذر بورد دي دي ار 3 كنا بنقول هنا جي دي دي ار، وقلنا ان كارت الشاشه الفي رام بتوصل لحد جي دي دي ار 5، وقلنا انها متفوقه كمان ومتقدمه عن كارت الشاشه. يبقى من ضمن اهم العوامل اللي بنختار على اساسها كارت الشاشه، رقم واحد الذاكره العشوائيه، الذاكره العشوائيه الخاصه بيه الفي رام، ونوعها بيكون جي دي دي ار وبيوصل لحد جي دي دي ار 5. العامل الثاني اللي على اساسه بختار كارت الشاشه اللي هو المنافذ الخلفيه الموجوده فيه. المنافذ الخلفيه، منافذ كارت الشاشه البورد، وعندنا في المنافذ دي اربع منافذ. النوع الاول اللي هي فيجا او دي سب، اللي هو ده كلنا عارفينه، شايفين الفتحه دي كده، ده الكابل التقليدي القديم جدا اسمه فيجا او دي سب، وده اللي بيتوصل بيه الكارت اللي بيتوصل بيه معظم كروت الشاشه بيبقى فيها فيجا او دي سب. النوع الثاني او المنفذ الثاني منفذ الاس فيديو، وده بنربط بيه التلفزيون عن طريق الكابل الثلاثي اللي هو الاصفر والاسود والاحمر، هي الوصله اللي بتيجي من الريسيفر للشاشه، فاحنا برضو ممكن نستخدمها. فاحيانا بيبقى فيه كروت شاشه بيبقى فيها مش فيجا بس او دي سب، فيها اس فيديو اللي هو ده كده زي ما انت حضرتك ايه شايف الاس فيديو. بعد كده في فتحه اسمها دي في اي، وده منفذ جديد وبيديني اشاره بتكون افضل والاشاره بتكون ديجيتال وافضل. بعد كده في الاخر المنفذ الحديث HDMI بيؤدي نفس مهمه الدي في اي، ولكنه يكون احيانا قادر على انه بينقل الصوت والصوره في نفس الوقت. طب تعالى كده نشوف الدي سب او الفيجا والاس فيديو. دي الاس فيديو اهي من نوع الميل، ودي الاس فيديو من النوع الفيميل. ولو جينا كده بصينا على هذا الكارت، الكارت ده فيه اس فيديو ودي اللي هي الدي سب،
او الفيجا، وده اللي هو منفذ الدي في اي. ده كده شكل الثلاث منافذ. لو انت تستخدم المنفذ ده تشوف الكابل المناسب، هتستخدم المنفذ الدي في اي تشوف الكابل المناسب، هتستخدم الدي الاس فيديو يبقى تستخدم الاس فيديو من النوع الميل وليس الفيميل، لان انا عندي في الاس فيديو في ميل وفي ايه في ميل. تعالى كده نبص على الكارت ده، ده فيه منفذ فيجا او دي سب، وفي دي في اي، وفي هنا اتش دي ام اي. يبقى الكارت ده حديث شويه وفي ثلاث منافذ. ماشي، يبقى ده الدي في اي شفناه قبل كده، الفيجا برضو شفناه قبل كده وبيتكرر، وادي ده الاتش دي ام اي، وهتلاقيه في كل التلفزيونات الحديثه والشاشات اللي عندنا في البيوت. وبعد كده فوق خالص دي الاس فيديو اللي هي الميل والفيميل. طيب رقم ثلاثه الجي بي يو اللي هو الجرافيك بروسيسنج يونت، اللي هو ايه؟ كارت اللي هو معالج الرسومات، زي ما في للجهاز سي بي يو في الكارت الشاشه جي بي يو. ده اهم جزء في الموضوع كله، لانه بيشبه معالج الحاسب الالي. قلت لك مش الذاكره بس اللي بتحدد قوه كارت الشاشه، لا ده كمان الجي بي يو او الجرافيك بروسيسنج يونت بيأثر بشكل كبير جدا. لكن الفرق الوحيد ما بين الجرافيك اللي هو الجي بي يو والسي بي يو ان ده مصمم خصيصا لاداء العمليات الحسابيه والهندسيه المعقده لاستخراج الرسومات والالعاب. ولاحظ كمان ان كارت الشاشه الجي بي يو بتاعه او المعالج بتاعه بيكون ليه سرعه زي سرعه المعالج الخاص بالجهاز. فلما نقول 500 ميجا هرتز، ده التردد بتاعه، اتكلمنا عن الجزء عن ميجا هرتز دي في حلقه المعالج، فلازم برضو عشان تفهمها يفضل انك تراجع الحلقه القديمه. و800 ميجا هرتز، وهتلاقيها كمان متطوره عن كده بكتير جدا. ولمعالج كارت الشاشه السرعه توقيت الجي بي يو كلوك مثل معالج الجهاز تماما، وهو احد اهم العناصر ان لم يكن الاهم بالفعل. وسرعه التوقيت تدل على سرعه نقل البيانات في كارت الشاشه، او بمعنى اخر الزمن اللي بياخده الكارت في معالجه الجرافيكس الخاص باللعبه. اصبح قدامك دلوقتي ان السرعه وسرعه التوقيت كلما كانت اعلى وبتقاس بالميجا هرتز، كلما كان الجي بي يو بتاعك اقوى. يبقى كده اتكلمنا برضو عن النقطة رقم 3 اللي هي معالج كارت الشاشة. بعد كده دقة الريزوليوشن بتاع الشاشة، الماكس ريزوليوشن، الشاشة بتاعتي بتعرض ريزوليوشن او دقة وضوح لحد قد ايه؟ يبقى العامل ده عبارة عن اعلى دقة تقدر الشاشة انها تعرضها، وبرضو يقدر كارت الشاشة انه يوصل ليها. ماشي؟ اللي هي الفول اتش دي والاتش دي. ولازم طبعا نلاحظ ان العاملين دول من العوامل المهمة جدا. ولو جينا كده على كليك يمين على الديسك توب وقلنا كليك يمين وقلنا سكرين ريزوليوشن، بيعرض لي على طول في الريزوليوشن هنا اعلى دقه يقدر كارت الشاشه الخاص بيك انه يعرضها زي 1920 في 1200. بعد كده عندنا المعيار رقم 5 اللي هو خاص بكروت شاشه اللابتوب. بنقول برضو ان المعيار الخاص بكارت الشاشه، لو كان عندي لابتوب بقى بالذات، بيبقى فيه معيار خاص باللابتوب. لماذا؟ لان اللابتوب غالبا ما بتقدرش تركب فيه كارت شاشه خارجي. هو لما تيجي تشتري اللابتوب، يا فيه كارت شاشه بلت ان يا فيه كارت شاشه بلت اوت. يعني بقول لك ان ده فيه كارت شاشه انتل مثلا 1 جيجا بس ده بلت ان، او اللابتوب ده مدمج معاه كارت شاشه خارجي اي تي اي 1 جيجا، يعني برضو ليه معالج رسومات وليه رام وليه كل حاجه. يبقى وانت بتشتري اللابتوب بالذات لازم تبقى مركز جدا، انت عايز اللابتوب ده ليه؟ هتستخدمه علشان خاطر تشغل عليه تطبيقات قويه والعاب، يبقى لازم كارت شاشه خارجي زي اي تي اي ونيفيديا. ولكن ان انت لو كنت تستخدمه استخدام خفيف وعايز البطاريه تقعد معاك فترات طويله، يبقى بتستخدم الكارت الايه؟ البيلت ان، لان انت مش هتعرف تركب كارت شاشه على اللابتوب. طيب وفي برضو اللابات الطبات الحديثه بيبقى فيها اتنين كارت شاشه، والاتنين كارت شاشه دول بيبقى واحد بيلت ان وواحد بيلت اوت. يعني زي بيقول لك ان اللاب الجديد ده في كارت شاشه انتل وفي كارت شاشه اي ام دي او اي تي اي 1 جيجا. اثناء استخدامك لللاب، لو انت بتستخدم اللاب بشكل طبيعي في الوورد او اي برنامج، بتشغل اللاب البلت ان، ده بيوفر لك كهرباء، ما بيخليش اللاب يسخن، وبيخلي الجهاز يبقى اداؤه معقول. جيت نقلت من الاستخدام العادي للعبه او برنامج قوي زي 3 دي ماكس او برنامج تقيل، تروح قايل للجهاز في برنامج بيعمل لك سويتش بيبدل ما بين الكارتين، تقول له من فضلك سيب الكارت البلت ان الانتل وروح للكارت الاي تي اي 1 جيجا علشان يقدر يشغل التطبيق القوي ده. يبقى انت كده بتختار التطبيقات اللي تشتغل على الكارت البلت ان والتطبيقات اللي بتشتغل على الكارت البلت اوت.
ودي ميزه قويه جدا، بتقدر بقى ان انت تحافظ على بطاريتك وقت ما تحب، تستخدم الجهاز باقصى امكانيات ليه وقت ما تحب، تشغل الالعاب والتطبيقات كلها ما فيش مشكله، وبرضه بتحافظ على الجهاز انه ما يسخنش والحراره بترتفع. وبرضه قلت لك بقى في الاخر اختصار القول ان كارت الشاشه يعتبر لوحه ام تشبه اللوحه الام الخاصه بالجهاز ولكنها مصغره. قلت الكلام ده قبل كده. فاللوحه الام لكارت الشاشه عباره عن لوحه مطبوع عليها اللي هي الشبات والداتا باس بتاعتك، وبيحتوي على معالج برضه، بيحتوي على ذاكره سرعه شويه رام، وفي مكان للتخزين المؤقت كما هو متعارف عليه في البايوس. يعني كمان كارت الشاشه ليه بايوس. وكان زمان اول ما الجهاز يشتغل كان على طول يقرا لك اول حاجه بتظهر لك كان شاشه سوداء ومكتوب من فوق كده 32 مثلا، مثلا شركه ايمي مثلا، ده كان البايوس بتاع كارت الشاشه اول حاجه بتتقري مع اللي هي البوست، اختبار البوست اللي اول ما الجهاز بيبدا يشتغل. ويجب لما تيجي تشتري كارت شاشه تحط في كل العوامل اللي انا قلتها دي قدامك، ركز جدا انت تستخدم الجهاز ده استخدام شخصي، والاستخدام ده يبقى لبرامج خفيفه ولا جيمز ولا ولا تستخدمه في تطبيقات قويه. برضو دايما سؤال بيجيني كده، يعني انا هشتري جهاز الاولاد يلعبوا عليه، فاجيب لهم اي جهاز؟ اللي انت ده لازم تاخد بالك منه ان الالعاب بتستهلك الجهاز جدا، والالعاب من اكتر التطبيقات اللي بتحتاج لجهاز قوي يستطيع ان هو يعتمد عليها. مش هكتر الكلام اكتر من كده في كارت الشاشه، بس انا عايزك كده شويه مصطلحات كده ايه تركز معايا فيهم بخصوص كارت الشاشه قبل ما ننقل على كارت اخر. المصطلحات بقى المهمه لازم تعرفها عن كارت الشاشه، وانا مش هشرحها قوي، انا بس هفتح لك الباب ليها، ومحتاجك ان انت تقرا عنها على شبكه الانترنت، لان احنا لو قعدنا نتوسع فيها ممكن محتاجين كمان 3 4 حلقات. المصطلح الاول اختصار راندوم اكسس ميموري ديجيتال تو انالوج كونفرتر، اللي هو بقى ايه رامدك كلوك. باختصار بقى يا جماعه، الكمبيوتر بيشتغل من جوه بشكل ديجيتال رقمي، والشاشه عشان تعرض لك الصور والافلام بتشتغل بشكل تناظري انالوج، فانت بتحتاج لدائره الكترونيه بتكون مدمجه داخل كارت الشاشه بتحول لك الاشاره الرقميه اللي هي جوه الكمبيوتر الى اشاره تناظريه عشان تقدر الشاشه انها تفهمها وتعرضها، وبالتالي هو ده المحول اللي بيكون مسؤول عن تحويل الديجيتال تو انالوج، عشان كده بنسميها رامدك كلوك، اختصار رام ديجيتال تو انالوج كونفرتر كلوك. والسرعه بتاعته بتقاس زي مثلا 400 ميجا هرتز في الثانيه. يبقى الرقم هنا بيحدد لك اللي هو سرعه تحويل الكارت من البيانات الرقميه الى التناظريه، وببساطه هو المحول الموجود داخل كارت الشاشه. في مصطلحات تانية زي السيريس، الفئة او السلسلة بتاع الكارت، يعني الكارت ده مثلا زي مثلا اللابات، في مثلا سلسلة الورك ستيشن اللي هي مثلا وحدات العمل المتنقلة، وفي مثلا سلسلة الاليت، وفي كذا وفي كذا. الانترفيس ده احنا اتكلمنا عنه، جرافيك انترفيس، الشقة او المنفذ اللي بيركب عليه الكارت اتكلمنا عنه قبل كده. المانيفاكتيريال اللي هو الصانع او المنتج بتاعه، اي ام دي اللي هي الشركة اللي بتنتج الاي تي اي او جي فورس انفيديا. كور كلوك، سرعه المعالج الخاص بالكارت، اتكلمنا عن حاجه زي كده في المعالج، في فصل المعالج. الميموري كلوك اللي هو سرعه الذاكره الخاصه بالكارت، اتكلمنا عنها في الذاكره. ميموري باس اللي هو نوع نقل البيانات او الباص بتاع نقل البيانات، اتكلمنا برضو عنها في الذاكره. ميموري باندويث هتيجي بعد شويه. ميموري انترفيس اللي هو حجم ذاكره النقل ويقاس بوحده البت، ميموري انترفيس. البروسيسور تكنولوجي اللي هو التكنولوجيا اللي استخدمت في صناعه البروسيسور، وتقنيه التصنيع بتعتمد على حجم الاجزاء الداخليه، وكلما كانت اقل كلما كانت افضل، ووصلت الى 9 نانو متر. الاف بي اس اللي هو ايه؟ اللي هو فريم بير سكند، وتعني عدد اللقطات او الفريمات اللي يستطيع الكارت يظهرها في الثانيه الواحده. معدل الانعاش بقى اللي هو الريت بتاع الريفرش ريت، قيمه معدل الانعاش بتعتمد على شقين. الجزء الاول قدره كارت الشاشه على تقديم صوره الفيديو، والامر الثاني قدره كارت الشاشه على تقديم صوره الفيديو عدد كبير من المرات في الثانيه الواحده. يعني هو يقدر يعرض لك في الثانيه يعني ايه نفس صوره الفيديو قد ايه معدل الانعاش. فخاص بشاشه العرض اكثر،
ويعني كم هي قدرة شاشة العرض على عرض أكبر عدد من هذه الصور في الثانية الواحدة. ماشي، الباندويتس اللي اتكلمنا عنه من شوية، عرض الناقل الترددي، كمية المعلومات التي يمكن للكارت معالجتها في الثانية الواحدة. طبعا اللي هي لما تبقى الحواف ناعمة، وبعد كده الدول مونيتور اللي هو ان معظم الكروت بتقدر ان تعرض لك اكتر على اكتر من شاشة في نفس الوقت. في بقى عندنا كمان في الاخر في موقع مشهور جدا في المقارنة ما بين كروت كارت الشاشة، اسمه gpureview.com. لو انت اقبلت على شراء كارت شاشة ممكن تستعين بموقع gpureview.com. الموقع ده بتقدر تختار كارت في الجانب الايسر زي مثلا هنا كده مثلا، وكارت في الجانب الايمن، وبعد كده هو بيقدر يقرر لك ما بين الكارتين ويدي لك الفروق ما بين الاتنين عشان تقدر ان انت تختار كارت شاشة كويس. وبرضو عايز اقول لك ان الامر بتاع اختيارك لكارت شاشة غالبا بيعتمد على الخبرة الشخصية للافراد. يعني انا بفضل لو انت تشتري كارت شاشة استعين بافراد عندهم كروت شاشة من اصدقائك، واسألهم عن كروت الشاشة المتاحة عندهم وانواعها ايه وايه الموديلات الاعلى منها، وممكن تستعين بعد كده بالموقع بعد ما تكون قدرت ان انت تفهم من اصدقائك ايه الكروت اللي بيستخدموها واثبتت كفاءتها في العمل. النقطة الأخيرة في كارت الشاشة، ايه هي المشكلات كارت الشاشة؟ أول نقطة عدم مقدرة كارت الشاشة على انه يشغل تطبيق أو لعبة معينة. على سبيل المثال لو جينا لعبة مثلا زي لعبة البيس، فأنت بتشوف ان هو بيقول لك السي بي يو كويس، الرام كويسة، الجي بي يو معالج كارت الشاشة، والفي رام اللي هي الذاكرة بتاع كارت الشاشة، قال لك هنا كويس وهنا كويس. وبالتالي ان الالعاب معظمها حتى بتقيم اللعبة نفسها، بيقول لك معالج الجهاز ومعالج كارت الشاشة، الرام الخاصة بالجهاز، الرام الذاكرة الخاصة بكارت الشاشة. فاذا كان عندك تطبيقات ما بتقدرش تشتغل بسبب ضعف كارت الشاشة في الحالة دي، لو كان جهاز عادي بتجيب كارت شاشة اخر، لو لابتوب بتحتاج انك تغيره. في حالة وجود كارت شاشة خارجي اهتم قوي بقصة درجة الحرارة، لان برضو زي ما المعالج بتاع الجهاز بيسخن وليه مروحة، المعالج برضو بتاع كارت الشاشة بيسخن جدا، واحيانا سخونته بتؤدي الى توقف الجهاز. وعندنا برنامج اسمه جي بي يو زد، هتلاقيه مشروح على القناة التعليمية، برضو هتلاقي موجود فيه كل ما يتعلق بكارت الشاشة، وهتلاقي موجود خطوات التحميل بتاعته زي ما انت شايف كده. لو كتبت بس في جوجل جي بي يو زد اول صفحة بتجيلك، وبعد كده ازاي نحمله على طول بتقول له داونلود جي بي يو زد، وبعد كده على طول بتقدر تشغل البرنامج داونلود، وبعد كده بتختار البرنامج، وبعد كده على طول بيدي لك معلومات البرنامج والناشر. البرنامج بينزل عندك بمجرد ما بتضغط دبل كليك، على طول بيدي لك اسم كارت الشاشة والفئة بتاعته ونوعه وكل معلومات كارت الشاشة بدقة، وإصدار البايظ بتاعته والممري بتاعته قد ايه ونوعها قد ايه، والنوع الشركة المصنعة للممري قد ايه، والممري سايز، وجي دي دي ار 3، كل ما يتعلق بكارت الشاشة هتلاقيني شرحه على القناة التعليمية على اليوتيوب. وبرضو اللي يهمنا بقى في كارت الشاشة ان احنا لو جينا كده بصينا مع بعض على الجزئية الخاصة، طبعا كل ده مشروع للقناة التعليمية قبل كده فمش هعيده، الجزء الخاص بدرجة حرارة كارت الشاشة، هنفضل بس ماشيين مع بعض كده لحد ما نوصل للجزء الخاص بدرجة حرارة كارت الشاشة. اهو الجزء الخاص بالسنسور اللي بيوضح لك الجي بي يو تمبريتشر، بيقول لك درجة الحرارة الحالية كام، وبيقول لك سرعة التبريد بتاع المروحة شغالة بسرعة قد ايه. وطبعا ده المهم بالنسبة لنا جدا، لو طبعا كل ما درجة الحرارة تزيد كل ما كان كارت الشاشة بيسخن جدا، وكل ما كانت مشكلة بالنسبة لي. البرنامج زي ما قلت لك مشروع على القناة التعليمية الخاصة باليوتيوب، وده الرابط، وده اسم الايه الحلقة، الحلقة 81، التعرف على برنامج فحص كارت الشاشة ومعرفة درجة حرارته جي بي يو زد. تقدر تشوف الرابط من هنا وتقدر تتفرج على الجزء ده كويس جدا جدا، وتبقى اتقنت برنامج جي بي يو زد. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.